الله الله جرايها سبع البروم وانت حاططها ساعه تعلف في البقره ما تهم شويه مش عارف احلبها معلش يا اخوي شويه شويه هتعرف علمني يا سيدي احلبها ازاي وانا احلبها انا مش في مانع الامر لله قال على راي المثل علم في المتبلم يصبح ناس بص يا سيدي البقره اهي انت تحننها من هنا وتنزل على ساديه وتاخده متجردل وتشتغل لو عملتها تاني هيبقى اخر يوم في عمرك هو فاضل قد ايه على المأمورية يا عباس اقل من شهر يا فرجاني يا باي معنى كلامك دي ان لازم نجيبهم كلهم ونسلمهم من المستشفى قبل شهر بالظبط كده والله انا خايف لا يطلع كل اللي بنعمله ده على الفاضي بقولك ايه ما توصل لحد هناك كده وتشوف لنا اخر الاخبار ايه في المستشفى ده اللي انا هعمله يا فرجاني وبالمره كمان علشان اقبض مرتب الشهر نقبض لو انا هنقبض يا عباس ايوه يا فرجاني ايوه كده الواحد بقاله زمان ما شافش البريزه الفضه تفتكر التجربه دي هتنجح يا استاذ عباس تجربه ممتازه يا فندم المرضى في منتهى الاستجابه للعلاج هايل عظيم جدا انا بتابع حالتهم واحد واحد والاولاني بالذات تعتبره حضرتك خلاص خلاص ايه خلاص قرب يجي هنا قصدك ينتهي علاجه هناك ايوه بالظبط كده يا فندم هايل جدا انا دلوقتي اطمنت ويهمني انك تتابع حالتهم ده انا مش هسيبهم ولا ثانيه واحده طب يا اخي ما دام التجربه ناجحه بالشكل ده يا ريت نكررها ايه رايك تحب ابعت لك ثلاثه غيرهم لا يا فندم بس لما ينتهي علاج الثلاثه دول هدور لك على ثلاثة غيرهم عموما أنا بتمنى لك كل التوفيق يا أستاذ عباس متشكر أوي يا فندم عاوزين نصفي الحساب اللي بينا يا جابر أنا مستعد أعمل كل اللي أنت عاوزه بس سيبني إيه علاقتك بحسونة المالطي؟ حسونة المالطي؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده لا تعرفه بقول لك صدقني ما أعرفش الإنكار مش في صالحك يا مواطن كلم سعادة البيه بالصراحة وهو هيخفف لك الحكم بقى ما تعرفش النصاب اللي عمل شركة إسكان وهمية ونصب بيها على آلاف الناس وخد فلوسهم مقدمات وخلوات وبعدين اختفى اللي خطيبتي عفاف ووالدها شافوه معاك وانت خلصته من إيد حماية عرفته ولا هتنكر؟ ما اسموش حسون المالطي مال اسمه إيه؟ رشدي امين الله يعني كل واحد فيكم ليه اسمين درويش المصلحي حامد المتيني حسون المالطي هو رشدي امين ده انتوا عصابه بقى ايه علاقتك برشدي امين ده انا كان ليا بيه علاقه وانتهت ايه اللي كان بينك وبينه بالظبط خلاص ما عادش بيني وبينه اي حاجه موضوع انتهى اسمع يا جابر مش هتخرج من هنا الا لما تتكلم أنا اتنصب عليا كنت واحد من آلاف الضحايا اللي نصبتوا عليهم واستغلتوا أزمتهم لأربع حيطان يعيشوا فيهم وأخدتوا شقة عمرهم اتكلم يا جابر أنا مستعد أديلك كل اللي أنت دفعته لي ما هو ده هيحصل بس مش دي قضيتي دلوقتي أنا عاوز أعرف إيه اللي كان بينك وبينه أنا رشدي جاني وقال لي نعمل جمعية للإسكان وأنا وافقته وعملنا جمعية ونشرنا الإعلان في الجورنال وتقدم للجمعية أكتر من 1000 ساكن وأنت عارف الباقي بقى يعني كنت شريكه لا أنا مجرد أنا أجرت له شقة مفروشة واديته قرشين كده اشترى بيهم عربية لزوم منظره يعني قدام العملاء ده غير إعلانات الجرايد والتلفزيون أنا اللي كنت بدفعها وده كله في مقابل إيه؟ نسبة بسيطة من الفلوس اللي هيلمها كام في المية؟ 80% 80%؟ مفيش أسهل من كده شقة مفروشة وإعلان في الجورنال والتلفزيون والملايين تخش جيوبكم وده كلام يخش العقل برضه يا عباس أنت بتصدق الكلام ده؟ يعني هو خلاص الناس هبلوا هيروحوا للعالم دي ويدفعوا لهم شقة عمرهم من غير ما يتحققوا من كل حاجة؟ الناس مش هبل يا فرجاني الأزمات والضغوط اللي على الناس بتخليهم يتعلقوا بأي أمل وتوقعهم في حبال النصابين اللي زي دول قال لا طب ما دام الحكايه سهله بالشكل ده النصاب ده
ليه ما عملش الحكايه كلها لوحده؟ ايه اللي خلاه يجي لك انت يا جابر ويشاركك ويدفع لك اكتر من النص كمان؟ كان لسه خارج من السجن وما عندوش فلوس. وانت ما خفتش على نفسك تخش السجن؟ لا انا بره الموضوع، هو اللي كان بيتصدر للناس وبينصب عليها. انا حتى لو مسكوه انا حاول، انا ما اعرفوش. عرفت بقى يا جابر انت ليه مجنون؟ يا ابني حرام اللي انت عامله في نفسك ده، اخرج شملك شويه هوا. اخرج اروح فين بس يا ماما؟ ما انا طول النهار في النيابه بتابع موضوع اختفاء جابر، ولسه لغايه دلوقتي ما وصلوش لاي نتيجه. وقلقان عليه كده ليه يا ابني؟ تستنى بالله، لو انا اللي اختفيت ما كنت هتدور عليا بالشكل ده ولا هتسال عني؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا مسعود؟ دي الحقيقه يا عنايات، وانا عارف اقول ايه. يعني ايه يا بابا؟ عاجبك الجو الكئيب اللي احنا عايشين فيه ده؟ عاجبك عفاف وقعدتها كده؟ ارجوك يا سامح، اذا كان عندك اي مشكله حلها لوحدك بعيد عني، وسيبني في حالي بقى. يعني ايه؟ بلاش اساله هو عمل كده ليه؟ ما جاش الفرح ليه؟ اللي حصل ده لازم يتصلح. حتى لو جابر رجع انا برضو مش هتجوزه. ده انا ما صدقت ان ده حصل، ده انا كنت هدفع عمري كله تمن الغلطه دي. اذا كنت فاكر اننا هبل وان احنا هنصدق انك اللي بتعمله ده علشان اختك تبقى غلطان. الله يا مسعود، امال يعني هو بيعمل اللي بيعمله ده كله عشان خاطر مين؟ علشان نفسه يا عنات. ارجوك يا بابا انا مش ناقص احباط، كفايه اللي فيا. قال الكلام يا عنايات، ما يهموش الا نفسه. احباط يعني؟ مش عاوز تقول هو فين؟ انا قلت لك ما اعرفش عنه حاجه دلوقتي، بس سمعت من الناس بيقولوا ان هو بيشتغل في الفن. فن؟ هشتغل ايه في الفن؟ يمكن رقاصه. لا، فتح مكتب تمثيل. هو في حاجه اسمها مكتب تمثيل؟ هي سكه من سكك النصب برضه، بيضحك على الناس اللي غاويين يمثلوا ويقول لهم هطلعكم في السيما. عارف عنوان المكتب ده؟ العنوان بتاع المكتب والتليفون بتاعه بينزلوا كل يوم في اعلان في التلات جرايد. اهو الاعلان اهو. الا على كده بقى يبقى جابر المقاول ما كانش بيجزي. فرصه العمر الى هواه التمثيل والباحثين عن الشهره والاضواء والمال. نحن نصنع منك نجما في 24 ساعة. السينما والتلفزيون والمسرح والكاسيت في انتظاركم. $50 أو ما يعادلها بالمصري مقابل الاشتراك في هذه الفرصة. تعالوا إلى معمل النجوم، تليفون 604-520، وكيل الفنانين رشدي أمين. الإعلان دي بيقول إن هو نصاب. إذا كنت تاني اللي هو أني فهمت إنه نصاب. شوف بقى كم واحد بيحلم إنه يكون نجم. بعد ما استغل أزمات الناس تحول علشان يستغل أحلامهم. إنسان بيستخدم عقله خطأ، وعلشان كده لازم نوقفه، لازم نكف شره عن الناس لأنه مجنون. وهتعمل إيه يا عباس؟ لازم أجيبه. تجيبه؟ هتجيبه إزاي؟ أنا ما أقدرش أسيب هنا، وأنت إذا رحت هناك هتبقى لوحدك، والراجل النصاب ده عارفك، يبقى هتجيبه إزاي؟ بس لقيتها. عارفك يا ابن خالت امي، طول عمرك قرد وجبت تايه. لقيت ايه؟ زوبه. مفيش غيرها زوبه. زوبه ايه؟ وزوبه داخلها ايه في الحاجات اللي بنعملها دي؟ زوبه هي اللي هتفتح لنا الطريق للنصاب ده. لا لا يا عباس، لا مالكش دعوه بزوبه. زوبه مش حمل الحاجات دي، وحتى ان هي وافقت انا مش ممكن حواف. خايف عليها يا فرجان؟ طبعا خايف عليها. الخايف عليها ايه؟ هو انا ليا في الدنيا غير زوبه؟ ولعلمك بقى انا مش هممني ان انا سبت البلد ولا اترفدت من الشغل، ولا هممني ان العمده زعلان مني، ولا هممني المجانين اللي هرب دول. انا كل اللي يهمني في حياتي زوب. بتحبها للدرجه دي يا فرجاني؟ هقول لك ايه يا عباس، ده انا بحبها حب ياسين لبهيه وعزيزه ليونس وحسن ونعيم وجحا وحمارته. بحب ايه قد الاربعه دول كلاتهم في نفس واحد. ما تخافش يا فرجان، انا لا يمكن اعمل اي حاجه تاذي زوبه او تورطها. ايوه انا عارف. طب انت عايز زوبه لايه بس؟ اما قابلها الاول. اوعى تقول لها على الحاجات اللي احنا بنعملها دي. لا طبعا،
امال هتقول لها ايه؟ مفيش وقت افهمك يا فرجاني. رايح فين بس؟ رايح اقابل زوبة. ما ينفعش تقابلني. اولا احنا مطلوبين، والجماعه قرايب جابر دول زمانهم بلغوا البوليس وبيدوروا عليه، وزماناتهم شكوا فيني. يعني انت لو روحت يبقى خطر. طب اعمل ايه يا فرجاني؟ اقول لك انا تعمل ايه؟ خد دي. ودي هعمل بيها ايه دي؟ الطاقيه بتاعتي. ابعتها لزوبه مع اي عيل صغير قد كده، وهي هتفهم انت عايز منها ايه على طول. ده سين بناتني. اوكي يا عم. ازيك يا زوبة؟ فرجاني فين؟ هو هيكون جراله حاجة؟ لا لا لا، ما جرالوش حاجة. ما تخافيش يا زوبة، ما تخافيش. امال ايه في ايه؟ ما أخذ بالحيلة لا يسترد بغير الحيلة يا زوبة. أنا تحت أمرك يا أستاذ عباس. أنا مش فاهمة حاجة، بس اللي تقولي عليه أنا تحت أمرك. أنا مش عارف أشكرك ازاي يا زوبة. أنت بتقول إيه يا سي عباس؟ تشكرني على إيه؟ ده أنا بنت بلد، بنت بلد وعارفة الأصول يعني إيه، وعارفة إن الناس للناس. عظيم عظيم. You will be star. Bright star. كبيتو؟ لا ده مش من هنا. والله أنا فنانة أرتيست لكن حكاية الإنتاج والفلوس لا لا، ما فهمش في ده. ما أكذبش عليك. أعمل إيه؟ دخنة اتجننا. مين يمسك ميزانية الفيلم؟ مين يتحمل المسؤولية الكبيرة دي؟ ما فيش. طب هنعمل إيه؟ حضرتك عارف النصابين كتير. لما زنانيري قرا الاعلان بتاعكم في الجورنان، هو بيعرف يقرا، بيقرا كويس جدا، قال لي خلاص يا سنيه اتحلت، مفيش مشكله. ناس عاملين اعلان في الجورنان يا سنيه، الاعلان اهو. ده معناه ايه؟ معناه انكم ناس امنا. امال يا هاني، راس مالنا الشرف والامانه. مش مهم نكسب فلوس، ده مش مهم ابدا. المهم اسمنا وسمعتنا في السوق. باين حقيقي، باين. انا لو شايفه غير كده اقول لك. انا جايه عشان حاجه تانية خالص. انا جايه خايفه حضرتك تكون مشغول في فيلم تاني ولا حاجه. لو مشغول افضي نفسي عشانك، عشانكم. انا فعلا مشغول، لكن مش ممكن ابدا اتخلى عن منتج جديد زي الزنانيري بيه، وفنانه مشهوره زي سنيه هانم. يا هانم انتوا مكسب، مكسب كبير قوي قوي للوسط الفني بصراحة. بقى انتوا صفقة. خلاص مفيش مشاكل، احنا تقريبا متفقين. انا هخرج من هنا على طول على الزنانيري بيه، اخليه يتصل بحضرتك، تتفقوا، تتكلموا، تحددوا مواعيدكم، يديك ميزانية الفيلم تتصرف فيها زي ما انت عاوز. اعتبري ان كل ده حصل، وان اسمك بقى ساطع في سماء الفن. يا هانم انت موهبة. احلف. ما تتعوضيش. لا. ما تتكرريش غير كل 100 سنة مرة. صبتي تشربي ايه يا اسطع نجمة في سماء الوسط الفني؟ زلابيا. زلابيا؟ انا خلاص كل احلامي اتبخرت. كنت فاكر ان لما حاجي هنا واستغل فلوسي هقدر اعمل حاجة، لكن للأسف لا عرفت اخد شقة، ولا حتى الشركة اللي حطيت فيها كل اللي حلت اشتغلت، ولا اي حاجة ابدا حصلت. انت اللي ورطت نفسك يا سامح. برضو بتتهميني ان انا اللي ورطت نفسي؟ تقدر تفهميني بقى ورطت نفسي ازاي؟ كل قراراتك بتاخدها من دماغك. عمرك ما سمحت لحد بمجرد التدخل في شؤونك. اولا ده من حقي، لاني مش عيل صغير ولا قاصر. ثانيا اذا كان في اي حد مسؤول عن اللي حصل ده يبقى انت. انا؟ ايوه انت. انا المسؤولة عن ضياع فلوسك وعن ضياع مستقبلي كله؟ انت ما كنتيش حاسه انت بتعملي ايه؟ عملت جابر بيه معامله في منتهى الجفاء، وتعمدت انك تهمليه. هو ده راجل ما يعرفش غير الاحترام من كل الناس. راجل مليونير زي ده جدير بالاحترام، تقومي تعامليه بالاسلوب الغريب ده؟ بعد كل اللي عمله جابر معايا ومعاك برضه بتتهمني؟ طبعا. الراجل قرف، يئس، قام ساب الدنيا وطفش. كنت عايزني اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟
أنا غامرت بحياتي كلها ومستقبلي علشان أحل المشاكل اللي كنا فيها. قلت يمكن ده يرضيك، فسخت خطوبتي من أعز الناس، قلت يمكن ده الحل. وبرضه بتقولي أنا المسؤولة عن ضياع فلوسك. أنت إيه يا أخي؟ أنت إيه؟ الو، مين هيتكلم؟ معمل النجوم يو ويل بي ستار برايت ستار. اقول لك انا زنانيري عبد البر زنانيري، المنتج السماواتي بتاع الفيلم اللي عديه وانتاجه. ايوه، قول له يسيب الاجتماع ده ويكلمني. زنانيري بيه، زنانيري بيه، رشدي بيه مع سيادتك. زنانيري بيه، اهلا 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 زنانيري بيه، انا رشدي. الحقيقة أنا يسعدني جداً جداً أني أمسك إدارة إنتاج الفيلم. نعم؟ الفنانة الكبيرة سنية المسيحية كلمتني، وأنا يسعدني تشريفك في أي لحظة. وأنا يسعدني أني أقابلك، بس يؤسفني ويحز في نفسي أني أقول لك أن مشغولياتي كتير وما أقدرش أقابلك، ويسعدني أنك تشرفني في العزبة بتاعتي، وهناك هنتفق على الميزانية وسلمها لك كلاتها ونبتدي على طول بإذن الله. العنوان؟ لا العنوان صعيب خالص. أنا عبعت لك واحد من الرجال تيجيبك الحد عندي. أنا مواعيدي بالدقيقة والثانية، بكرة إن شاء الله هستناه 12 بالظبط، ولو إني هأجل سفري لندن، لكن عشان خاطر عيونك مفيش أي مانع. أوكي، See you tomorrow. Bye bye. صوته صوت مليونير تمام، مليان قوي. ده احنا وقعنا على كنز. افتح يا فرجان. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. ايه طمني، عملت ايه مع زوبة؟ زوبة دي هايلة يا فرجاني، بتسلم عليك. على فكرة بتحبك قوي. وحشتني قوي يا عباس. المهم مش وقت شجن، طمني عملت ايه في الاول؟ اجرت لها هدوم تروح بيها الرشدي، وهنجيبه بكرة هنا. عال قوي. عملت ايه مع اخينا؟ انا قطعت نفسه من الشغل طول النهار، ودخلته ونام. نوم الظالم عبادة. كويس، خليه بقى كده لغاية ما أخينا التاني يشرف بكرة. يم وعدني بكرة، اوعى تنسى بكرة. عملت ايه يا واد في الزفة اللي هنروح بيها بكرة؟ عاوز ادخل على المنتج زنانيري عبد البر زنانيري دخلة ما اتعملتش قبل كده أبدا. عاوز أعمل له عملية إبهار وانبهار، عاوز اعمل له عملية توقف في تفكيره عشان ما يشكش فيا لحظة. ها، جبت العربية موديل كام؟ موديل السنة دي طبعا يا اكسلانس. برافو عليك، برافو عليك. واجرتها بكام في اليوم بتاع بكرة؟ هي والدرايفر، قصدي السواق، بمئة جنيه. سواق ليه؟ برستيج يا اكسلانس. برستيج وعمال تعمل لي كده من الصبح؟ افرض السواق ده ما طلعش برستيج وطلع من المباحث، ساعتها بقى بدل ما نروح للمنتج زنانيري نروح على السجن. ايه بس اللي فكرك بالسجن دلوقتي؟ دول زمانهم نسوا يا اكسلانس. لا، بتوع المباحث دول ما بينسوش، دول ذاكرتهم حديد وقفشتهم اكيد. يا استاذ انسى اللي فات وفكر في اللي جاي، احنا دلوقتي بتوع فن اكشن بارتي، لدينا دعوه بالاسكان ولا مشاكله. Forget it يا إكسلانس، انسى الكلام ده كله. انساه ازاي؟ انساه ده كلام اهو، ده اللي مش ممكن ابدا. ها، ما قلتليش يا إكسلانس، امشي السواق ولا خليه؟ هيقول لي سواق. ما هو انت لو بتعرف تسوق كانت اتحلت. انا ما بعرفش اسوق. انت عايزنا بدل ما نروح للزنانيري نروح على القصر العيني؟ اقول لك
سوق انت كده البرستيج يبوظ. انا لازم احسس المنتج زنانيري اني مليونير، والمليونير لازم يكون عنده سواق. خلاص حلها انت، انت تلبس سواق. انا هنا؟ طب وايه الفايده؟ ما انا قلت لك اني ما بعرفش اسوق. برستيج على الاقل قدام الراجل بتاعه. احنا يهمنا هو يا اكسلانس مش الراجل بتاعه. كله بيوصل وبالتفصيل. الناس دي انا عارفها كويس قوي قوي. عموما اوكي فيلي ويل عن شنطي. فاكر يا فرجاني الياس اللي كنت فيه يوم ما ضاعت فلوسي واتنصب عليا؟ ايوه كانت حالتك حاله. كانت اسوأ ايام عشتها في حياتي، علشان كده حاسس ان الايام الجايه هتبقى سعيده ان شاء الله. رشد امين اللي نصب عليا هجيبه هنا وهاخد حقي منه. احنا اللي هناخد ميزانيه الفيلم ونقنعه من التصوير بره ونقبض الميزانيه بالدولار وهوب نقلع على بره. انا مخي الماظ. لكن استغلوا في الشر. تصور واحد ينصب على الناس دي كلها. النصاب ده اكبر مثال لانسان بيستخدم عقله خطا. ألعبهم كتير وما بيغلبوش. احنا يعني هنغلب؟ ايه يعني اسمينا في قائمه الممنوعين من السفر؟ احنا بعد ما ناخد الفلوس هنركب اي سفينه من اسكندريه ونلبس ميكانيكيه ونشتغل عليها يوم ولا اتنين لحد ما تصفر وتاخدنا الى اليونان ومنها الى اوروبا ومنها الى المستشفى. راسا الى المستشفى. اللي زي دول لازم يقضوا حياتهم كلها في المستشفى. يا ايه الحكايه دي يا سعاده البيه؟ يا الحكايه فيها سواق؟ طب كنت قول لنا يا سعاده البيه كنا اتصرفنا يعني، كنت خليت زنانيري بيه جه خدك بنفسه. لو اعرف كده كنت مشيته، عمال يقول لي عينيا مزغلله عينيا مزغلله مش هعرف اسوق. طب وانت ازاي يا عم انت تسوق وانت عينيك مزغلله؟ افرض ان انت طعشت في حاجه وانت ماشي بقى كويس يعني. برستيج سعاده البيه مهم برضه. برستيج يا اكسلانس. يا عم اطعوا البرستيج اللي هيودينا في داهيه دي. لا يا سعاده البيه، انا وحضرتك نركب تاكسي. تاكسي؟ انا اركب تاكسي؟ امبوسيبل يا سيدي. معلش المضطر يركب التاكسي. زي بعض اسوق انا. يا سواق انت تروح جو تو هيل. اتفضل يا سعاده البيه. اتفضل. شكرا شكرا. انا متهيألي اني شفت حضرتك قبل كده. فعلا احنا اتقابلنا قبل. عموما ده شيء يسعدني. وانا يسعدني اني اشوفك هنا. امال فين الزنانيري بيه؟ يسعدني ابلغك اني مستنيك. فين؟ في الاوضه دي. في الاوضه دي؟ منتج كبير زي الزنانيري بيه يستناني في الاوضه دي؟ ايه المكان ده؟ انا افتكرت شفتك فين. يسعدني انك افتكرت شفتني فين. طيب انا استاذن بقى. على فين يا قصير؟ اعتقد ان ده كمين. صح صح. اهلا عريس. توصلت جابر؟ ايه زفوك؟ انا مش فاهم حاجه. مش مهم تفهم دلوقتي. الحمد لله على السلامه. ايه الحكايه بالظبط؟ هما جابوني هنا ليه؟ عشان تحلب الجاموسة وتخد اللبن يا جميل. أتذكر سحر ماضينا وطيب العيش يرضينا نصف قرن من الزمن في خدمة اللغة العربية. فانظر أيها القارئ الكريم إلى ما تقرأ وتأنى حتى تفهم ما تقرأ.
آمن عبد الرحيم بالإخلاص وسيطر عليه الوفاء، وما من شاعر نأى عن الغزل كل نأي أو كاد، وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدق. يا حبيبي ذكريات الأمس تهفو، أبدا أصفو عليهن وأخفو. زاوية الكتب 8:30 مساء على قناة ذكريات. علي علي بطل فليك، هيا يا كراندايزر. يجب أن ندع أهل الأرض يدركون قوتنا الحقيقية. يجب أن نبحث عن بعض الطرق لنحمي أنفسنا من ذاك الوحش القادم نحونا. ابدأ خطة تسونامي. كافح شرا، أبطل مكرا، فالخطر كبير. هيا كراندايزر بسرعة. أهدم ثانية. كتف القاطع. اقفز يا دايزر. غريندايزر يوميا 4:30 مساء على قناة ذكريات. دولة لم تكن ممثل، فماذا تكون؟ أنا كنت منتخب دمشق بكرة الطائرة. جرحتني الجروح وأنا قلب نور. شو عم تعمل لهيك؟ قوم تعال. تمنعت دلح تعلق فوق فوق، الصدي مني مرمر الكرام. كل متى اشوفك يا كامل وصوفا. فنان الأسبوع 3:11 مساء على قناة ذكريات. ضربهم بيد من حديد. واحنا شو خصنا يا فهيم؟ روحي انضبي شوفي شغلك، خلينا نمضي نهارنا على خير. انا والله بدي مصلحتك. والله يا نواف وسويتها. فتح بطن خروف بقرون بير، بده مصاري. لكي لك يا حجي ابني، ابني يا حجي. ماله ماله جاسم، انا بدي احكي لك. انت رائعه يا مهد. عما ها يا خير. قريه بلا سقوف يوميا 6:30 مساء على قناه ذكريات. عايز مبروك اللي بقى تطلع من قلبك. علشان شكوى اتنشرت في الجورنال يا بابا. الشكوى اهي شوفي، النصابون في الارض. خلاص بدام الشكوى ده هي اتنشرت، انا بقى هبتدي اتكتك. ايه الزيطه اللي انت عاملها دي يا مسعود؟ خلاص نهايه جابر بقت على ايدينا. هو فين جابر؟ حيظهر، يعني حيظهر، حتى لو كان في سابع أرض حيظهر. يا بابا أنا نفسي أفهم أنت بتفكر إزاي. أهي شاكوى، لا هتقدم ولا هتأخر. لا يا عنات، اللي بيقول الكلام ده بقى يبقى ما بيفكرش ولا عندوش بعد نظر. طيب ممكن تفهمنا؟ ركزوا معايا واسمعوني يا أخوي. أتكلم بقى، أنا عارفة إن كلامك ده كله هيطلع في الآخر ملوش معنى. ليه بقى يا عنات؟ يا بابا إحنا في إيه ولا في إيه؟ ما تقول لنا بقى. لو أنا حاجز شقة عند واحد زي جابر ودفعت فيها الشيء الفلاني مقدم ولا استلمتهاش، وهوب قريت في الجورنال إن اللي حجزت عنده الشقة ده نصاب، أعمل إيه؟ هقلق على فلوسي وأروح للنصاب ده اللي اسمه جابر. هو جابر موجود؟ ده مختفي.
ما هو ده اللي زود البله طين على دماغ جابر. شوفي بقى حاجز لكام واحد، الاف مؤلفه. ده هيقول لي ده، وده هيدور، وده هينكش، والناس مش هتسكت، هيبلغوا البوليس وهتبقى حكايه. هو ده اللي قدرت عليه؟ هتشوف يا نات. اشوف ايه يا اخويا؟ قول لي روحي شوفي حالك احسن لك قبل شويه العقل اللي فاضلين ما يطيروا. تصور ان ده ممكن يحصل فعلا؟ هيحصل ان شاء الله يا عفاف. قولي لي يا عفاف، عباس ما ظهرش كده ولا كده؟ عباس يعني ما حاولش يرجع المياه الى مجاريها؟ يا ريت يا بابا، يا ريت. انت عملت كتير في الناس يا رشدي، يمكن انا قدرت اوصل لك، لكن غير كتير ما قدرش يوصل لك وزمانه حاسس بمرارة الظلم والألم. شوف أنا حديك كل فلوسك، بس سيبني وحقك كل حترة وحقوق الناس يا رشدي. عاوز أعرف كان إزاي بيجينك نوم وانت حاسس الناس اللي ظلمتهم سهرانين يدعوا عليك؟ كنت تقدر تستمتع بحياتك إزاي وانت ظالم ناس وفروا تمن اللقمة علشان يجيبوا بيت يقويهم؟ انت مجنون، مجنون. غلط، كل ده غلط. غلط؟ ايه هو اللي غلط يا سي سامح؟ مش كفايه انك رحت اشتكيته قبل كده في النيابه يا بابا؟ وكانت النتيجه ايه؟ النتيجه انك خذلتني يا بابا. كفايه، عمر الشكاوى ما هتحل مشكله. بابا شايف ان هو ده الحل، وانا شخصيه مقتنعه بوجهه نظر. هو كده جابر ممكن يصمم على موقفه وشقة عمري دي عليا؟ يا ناس حرام عليكم. الله، ما كفاية بقى يا مسعود، الواد يكيب دمه وقلبه انفطر من كتر الزعل. مش كفاية شقة عمره في الغربة هيضيع عليه وانت السبب؟ انا مش فاهمة انتوا قزمتوا المسألة كده ليه؟ اذا كنت انت نفسك كنت دايما تقول الشكاوي دي لا بتودي ولا بتجيب، اشمعنى موقفك اتغير دلوقتي لما الشكوى اتنشرت؟ الان على فلوسه وعلى شريكه. انا برضو عند رأيي ان الشكاوي عمرها لا هتودي ولا هتجيب. خلاص الان ليه بقى يا جماعه؟ ما يصحش تعملوا في الراجل كده، ده مهما كان شريكه. شريكه؟ هو فين شريكه ده؟ ما طافش. انا مستعد ادفع لك اللي انت عايزه، وانا ما اخدش اكتر من حقي. خد حقك وسيبنا. 5000 جنيه ما ينقصوش مليم واحد. ادفع لك 10000 جنيه بس سيبنا. مش أنا اللي ياخد أكتر من حقه يا جابر. أمانته عندك في الزكيت. طلع دفتر الشيكات واكتب الشيك يا جابر. هتسيبنا؟ اكتب الشيك يا جابر. اسمي بالكامل عباس متولي عباس. ده الشيك اللي كنت عاوز تسجنني بيه. انا مش عايز اقطعه. ده حقك يا جابر. مش عايز؟ اسمع يا جابر، في موضوع عاوز اكلمك فيه ولازم تجاوبني بصراحه، واذا ما جاوبتنيش بصراحه. هو عارف العمارات بتوع ليه بقى بتغشوا الاسمنت بالبني ادمين يا جابر، مش كده؟ انا مستعد اعمل كل اللي تقوله عليه. موضوع العجز اللي حصل عند عفاف في البنك. وانا دخلي بيه ايه؟ ليك علاقه بالموضوع ده ولا مالكش يا جابر؟ انا صرفت المبلغ ده غلط. يعني انت؟ بقول لك ايوه صرفته غلط. حتى لو كنت صرفته غلط، انت عارف انت سببت لها في ايه بسبب تصرفك ده؟ البنت ضاعت، بعت شبكتها، امها بعد ذهبها، وابوها المسكين قاعد يلف على اللي يسوى واللي ما يسواش عشان يستلف، وفي الاخر اترفدت من شغلها، وانت عارف ده كله يا جابر. وانا جيت لك وترجيتك وانت عاملتني بمنتهى الوقاحه والسفاله، وفي الاخر تقول لي صرفته غلط.
انا عاوزك تكملي جميلك معايا يا زوبة. انت تأمرني يا استاذ عباس. انا عاوزك تروحي لعفاف خطيبتي. ليه؟ الفلوس بتاعتها وانا عاوز اوصلها لها. طب ما توديها لها حضرتك. لا ما اقدرش، اصل في سوء تفاهم بيني وبين اهلها. يا لهوي، وده يصح؟ لا سوء تفاهم ايه؟ سيب الموضوع ده عليا، انا هتصرف. ده الخير يا خالتي. يسعد مساكي. انت مين؟ طب مش تقولي تفضلي الاول. مش تقولي الاول انت مين؟ انا زوبة. زوبة مين؟ زوبة اللي واقفه قدامك دي. ايه، هنتكلم على الباب كتير يا خالتي؟ هو ايه اصله ده؟ انت عايزه مين؟ عفاف موجوده. موجوده. اتفضلي. يزي تفضلك يا خالتي احنينا. انت تعرفيها؟ تعرفيها منين؟ ايه ده، كانت زميلتي في المدرسه، بس هي كانت دايما تنجح وانا كنت اسقط. اهلا يا زوبة. اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبتي صاحبتي. عايزاك الكلمتين لوحدنا. ايه دول يا عباس؟ فلوس. بس ده مبلغ كبير قوي. اقفل الظرف، انا ما صدقت رجعتوه. رجعتهم؟ الفلوس دي منين يا عباس؟ دي فلوسك يا عفاف. فلوسي؟ ايوه. انا مش فاهمه حاجه. اولا الخمس تلاف جنيه اللي دفعناهم مقدم الشقه. جبتهم منين؟ من الراجل اللي نصب علينا وخدهم. ازاي؟ مش مهم ازاي. وصلت له ازاي يا عباس؟ مش مهم وصلت له ازاي يا عفاف. بس المبلغ ده أكبر بكتير من الخمس تلاف جنيه. ما هو الباقي فلوسك برضو. تاني يا عباس هتقولي فلوسك؟ صدقيني فلوسك. عباس أرجوك تقولي الفلوس دي إيه ومنين؟ فلوس العجز اللي حصل عندك في فلوس البنك. إيه؟ أنا وعدتك إني أرجعهم وأنا عند وعدي. جبت الفلوس دي منين يا عباس؟ من اللي سرقهم. وهو مين اللي سرقهم؟ اللي غلطك في العدد وأخدهم. وأرجوكي ما تسألنيش مين وإزاي. أرجوكي ما تسألنيش. جاي يجي الوقت اللي أقدر أقولك فيه، لكن دلوقتي أنا مش هقدر أقولك. لولا أني واثقة أنك شريف وأنك مش ممكن تجيب الفلوس دي من أي طريق كنت قلت حاجة تانية. شيء جديد عفاف. سامح، معقول انت قاعد كده ليه؟ مش عوايدك بالك ساكت بالشكل ده؟ وانت مش عوايدك تبقي سعيده ومبسوطه بالشكل ده؟ ودي حاجه تضايقك؟ لا ما تضايقنيش، لكن تحيرني. يعني مش معقول نبقى قاعدين في الجو ده وانت سعيده ومبسوطه؟ طبعا ما انت ما خسرتيش حاجه، انا اللي خسرت. وبعدين يا اولاد انتوا مش هتبطلوا نقار بقى؟ ما تقفلوا على مواضيع ملهاش لازمة. أنا عارفة إيه اللي جرى للبيت ده. كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن إن شاء الله. أول مرة أعرف إنك متفائلة بالشكل ده. جرى إيه يا سامح؟ أنت ماسك لها على الواحدة ليه؟ ما تسيبها في اللي هي فيه. يعني أنت عايز إيه يا سامح؟ أقعد مكشرة وعاملة كده أهو؟ إيه ده؟ إيه في إيه؟ إيه الدبلة اللي أنت لابساها دي؟